بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل خبز الشوفان اللذيذ الزاكي. الطحين عبارة عن رطل من الشوفان مع كيلو طحين قمح مع نص كيلو شعير. شوفوا كيف رح أجيب الكاسة المعيارية، أخذ منها كاسة، هي الكاسة الثانية من الطحين قلت لكم عليه. أوكي بسم الله، عليهم كاسة معيارية من الطحين الأبيض متعدد الاستعمالات. بسم الله، يعني كاستين بكاسة. معلقة خميرة فورية صغيرة واحدة، وحط تنتين صغار على هاي الكمية. نص معلقة سكر، ملح، نحركهم هيك. بدنا نضيف المية الدافية. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط كاسة ونص ونشوف. أي واحد، أي نص كاسة، ونشوف العيار مظبوط ولا لا. لازم يكون العجين شوي طري، ما يكونش يابس أبدا، لأنه الشوفان بيشرب المي الزايدة طبعا، والشعير والقمح كمان. شوفوا لسه بدها كمان نتفة مي، فرح أضيف. شوفوا بسم الله، يعني تقريبا هيك، ونشوف. نعجنها تقريبا 5 دقائق منيح منيح. هاي شوفي ما شاء الله، انا عجنتها اكثر من 5 دقائق وانا بعجن فيها. شوفي كيف شربت، شوفي لسه بتلزق، ما تخافي. زيد شوية زيت على الوجه. الفها بالبطانيه واحطها بمكان دافي. ايوه ما شاء الله، تقريبا بعد ساعه. شوفوا العجينه ما شاء الله كيف تمرت، طبعا ما بتخمرش كتير لانه هذا عجين الشوفان ما بيخمر كتير. اخذ العجينه هاي، رده ناعمه، الرده تاعت القمح، بطحنها ناعم. اقطع العجينه واحطها على الرده، جربوها وقولوا لي بالتعليقات. هي ردت الشعير، هيهم عملوا 12 رغيف ما شاء الله. العجنه اللي ورجتكم اياها، وهلا رح اغطيه واتركه نص ساعه يرتاح شوي ونخبزه سوا ان شاء الله. هي تنجرة الكهرباء، شوفوا رح اعمل فيها الخبز. تقدر تعمل فيها خبز ومناقيش وكل شيء ما شاء الله، كثير بحميها وهي بتشتغل على الكهرباء. هي فيشتها. بسم الله الرحمن الرحيم، خلي الطنجرة شوية تحمى. بسم الله الرحمن الرحيم، هيو نفخ ما شاء الله. بدنا نشوفه من تحت اذا احمر، بس ضايل شوي، بس يتحمر شوي من تحت بدي احطه انزله على الفرن من تحت. شوفوا كيف نفخ ما شاء الله ما شاء الله،
نسخ الرغيف، يعني ايش العجينة ناجحة 100%. هي اللي فوق شوفوا، نحط فوق ونحط تحت، اللي فوق بننزله تحت. شوفوا ما شاء الله، لا بننزله تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله شفتوا كيف. هلا رح اجرب لكم على المقلى. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب علشان يوصلكم كل شيء جديد.